منذ يوم أمس بدأت شعبة زراعة سامراء بتوزيع الكتب تسويق الخطة الشتوية لمحصول الحنطة إلى الفلاحين. الخطة الشتوية المعدة مساحتها 15,000 دونم. بالحقيقة يعني كزراعة فعلية يعني خطة موجودة حاليا تتجاوز 80,000 دونم، لكن أغلب الفلاحين لا يملكون عقود زراعية أي ملكيات زراعية. بهذه الحالة راح يكونون يعني غير مشمولين بتسويق محاصيلهم، ويلجأ تسويق المحاصيل إلى الأسواق المحلية. خاطبنا مديرية زراعة صلاح الدين لاستحصال موافقة من وزارة الزراعة لشمولهم بالتسويق خارج الخطة، من أجل رفع الإنتاج الزراعي وحماية المنتوج من ضعاف النفوس. طبعا تعرف انت الفلاح يعني من راح يسوق للسوق المحليه راح الاسعار ما تكون يعني بالمستوى المطلوب. كمان يعني نشيد او نطالب الفلاحين ضمن القاطع عن طريق قناتكم بالاهتمام بموضوع الطرق الواصله الى الحقول، لان لاحظنا خلال هذه الفتره يعني حدثت حرائق، يعني 3 حرائق تقريبا. عند ذهابنا الى تلك الحرائق شفنا ان الفلاح يعني موضوع الطرق يعني صعوبه وصول سيارات الاطفاء، يعني سيارة الاطفاء يعني دا تاخذ تقريبا وقت ساعة كاملة يلا توصل، يعني يكاد يعني الحاصل يكون يعني منتهي تقريبا. ومثل ما شفنا يعني اليوم امس حدث حريق بحقل مساحته 50 دونم، يعني وصلت سيارة الاطفاء يعني باقي من الحقل تقريبا 2 أو 3 دونم وبسبب سوء الطرق. كمان يعني ننوه انه يجب الاسراء بعمليه الحصاد لتفويت الفرصه على الجهات داعش او لحمايه المحصول من مواضيع الحرق وحمايه الاقتصاد الزراعي.